بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي نعمه لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشريعة الغراء السمحاء والأخلاق المثلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، تذكرت في هذا اليوم العظيم يوم الاثنين الماضي دعاء أهل الجنة، وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالحمد لله الذي أذهب عنا الطغيان والطواغيت، والحمد لله الذي فرج الهم وأخرجنا من هذه الظلمات وهذا النكد وهذا التهميش لهذه الأمة العظيمة التي كان ينبغي لها أن تتبوأ مكانتها كما أراد الله بها، أمة رائدة، أمة قائدة. هذه الأمة أرادوا لها من خلال عمالتهم وخيانتهم ومن خلال تنسيقهم مع قوى البغي والكفر أن يبعدوها عن ميزان الصراع بين الحق والباطل، ولكن كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتذكرت قوله تعالى سبحانه ذي الملكوت والجبروت والعز والكبرياء: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فرددت ما يقوله الحجيج لأعلن أنه ينبغي للأمة أن تلبي وأن تسرع إلى ربها في هذه الأيام، أيام الفرح والسرور وأيام ذهاب الحزن، نكرر ونكرس توحيد ربنا عز وجل، ونعلن بقلوب منكسرة لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحمد لله وحده، والملك لله وحده، والنعمة لله وحده، لا إله إلا هو. هذا ما ينبغي للأمة أن تقوم به في حياتها، وأن تجتهد في أن تتجه إلى ربها تخر ساجدة لله شاكرة له على أنعمه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه.
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا هو وقت الشكر ووقت الذكر ووقت حسن العبادة لله عز وجل حتى ينصلح حال هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الوقت ينبغي أن نلهج بالدعاء ونسأله سبحانه وتعالى أو أن نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وأن يعيننا على شكره وأن يعيننا على حسن عبادته. ونصيحة لي ولإخواني الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله وببيان هذا الدين: عليكم أن تجتهدوا بل أن تزيدوا في الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بيان عظمة هذا الدين وعمومه وشموله. هذا هو الوقت الذي ينبغي أن تقوم الأمة كلها بواجب التمكين لدين الله في الأرض من خلال بيان هذا الدين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. ينبغي للناس أن تعلم ما هي السعادة وأين السعادة وكيف السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لابد من معرفة الحياة الطيبة ومن بيان هذه الحياة الطيبة، ونعلم أن مجدنا وعزنا وقوتنا والتمكين لنا بل لدين الله في الأرض من خلال هذا المنهج الرباني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لمن يريد الحياة عليه الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محل وهذا مكان وهذا وقت الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الدعوة إلى الله. لابد أن يفرز هذه الأمة التي أرادوا لها الانتكاس وأرادوا لهؤلاء أن يتسلطوا علينا، على هذه الأمة أن تنفض الغبار من عليها وأن تهب لتعلن للعالم أجمع أن مصر وأن المصريين هم القادة وهم أهل الريادة وأنها سوف تتسلم بإذن الله الراية، راية الدعوة إلى الله عز وجل، راية قيادة الأمة العربية، بل قيادة الأمة الإسلامية، بل قيادة العالم أجمع من خلال هذا الشعب العجيب الفريد الذي علم العالم كله دروسا عظيمة يبين كيف أن الله عز وجل قد أعد لهذه الأمة المصرية مكانتها وتعيد مجدها كما كانت صاحبة المجد في الحروب الصليبية والتترية وفي غير ذلك بإذن الله عز وجل. علينا مع هذا الذي نراه ومع هذه المقدمات، مقدمات النصر لمصر كلها لشعب مصر كله، علينا أن نتذكر قول الله تعالى: إن تنصروا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونتذكر قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره،
إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. تحركوا بقوة وليس على استحياء من قوى الشرق أو الغرب، فنحن لنا عقيدتنا ولنا أسوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نحيد عنهما أبدا، لن نحيد عن كتاب الله عز وجل ولا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما حاولوا أن يكيلوا لنا الشبهات أو أن يطعنوا فينا، فإننا أمة مسلمة، إننا مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمل بأمر الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا 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 إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا ارفعوا هذه الراية، اعتزوا بها، لا تستحيوا من إعلانها، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قولوا يا عباد الله كما أمر الله، قولوا آمنا بالله. هكذا ينبغي أن نعلن. كيف نتحصل على الرشاد، على الرؤية الصحيحة، الرؤية الصائبة؟ كيف نتمكن من إبصار الطريق؟ وكيف نسعد؟ كيف نهتدي ولا نضل؟ كيف نسعد ولا نشقى؟ منهج الله عز وجل، كما قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مهتد، ولا يشقى فهو سعيد. من أراد الهداية، أراد السعادة، عليه أن يقرأ أول سورة في القرآن، نرددها في كل ركعة من صلاة بعد إعلان العبودية لله: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ثم تتوجه إلى الله بالدعاء: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. هذا ما ينبغي للأمة أن تتوجه، تطلب من الله عز وجل في هذا الزمان أن يهدي الأمة إلى صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا طريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. سوف تصوب السهام من كل حدب وصوب، وسوف يدفع هؤلاء كما دفعوا من قبل 500 مليون دولار في مقر، ماذا لا أقول، ولكن أنتم تعلمون كم دفعوا هؤلاء من خلال منظماتهم ومن خلال عملائهم، مئات الملايين من الدولارات لإقصاء مصر عن قيادة العالم. كم دفعوا وكم بذلوا لغرس هؤلاء الطغاة لمنع مصر بصفة خاصة، والعرب المسلمين بصفة عامة، أن يخرجوا من معادلة الصراع مع قوى البغي والعدوان، وهي مصر تعود، وهي مصر تعود، وهي مصر تعود، تعود بقوتها، برجالاتها، بمجدها، بفكرها، بتراثها، بحضارتها، بقوتها، باسلامها، واعتزازها بدينها العظيم، دين
الإسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن من أراد الحياة الطيبة، من أراد أن يمكن الله له في الأرض أو أن يمكن لدينه في الأرض، انصروا الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا وقت الغاية العظمى، وهو أن نعمل عباد الله للتمكين لدين الله عز وجل في الأرض، مهما صنعوا ومهما كادوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله الله الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رغما عن أنوفكم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا وقت العمل، هذا وقت الجد، هذا وقت الاجتهاد، هذا وقت عمل الأمة، عمل الأمة على الأمة كلها بعد أن شعرت بهذه الفرحة. والله كان الناس تتنسم نسيم الحرية، نسيم الخروج من هذا الكبت، كأن حملا ثقيلا على الأمة ظهرت في أفواه وفي صدور وفي وجوه كل المصريين، كأن حملا ثقيلا قد رفعه الله عنا. فماذا نحن فاعلون؟ لا تنتظروا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا تظنوا أن هؤلاء الذين نجحوا أو لم ينجحوا سوف يصنعون لكم شيئا، أنتم الذين تقودون، وهذا الشعب هو القائد وهو الرائد. وهذا الشعب بعد أن ملك حريته وتمكن من أن يقول لا للظالم لا للطغيان، عليه أن يبدأ في البناء، وعليه أن يعلن أن الأمة كلها أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، كما قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. اربطوا هذه الآيات مع بعضها، اربطوا إن التمكين يأتي بالصلاح لا يأتي بالفساد. وعندما يمكن لك ابدل المفسد بالمصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كونوا كشعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وتواضع يا من فزت، وإياك من الكبر، إياك من الاستعلاء، إياك أن تتكلم بلغة من علن، وانظر وتواضع أولا لله ثم تواضع لعباد الله. أيها المسلم، أيها التيار الذي يسمى بالتيار الإسلامي، اتقوا الله في أنفسكم ولا تتكلموا بلغة من فوق، انزلوا واسدادوا تواضعا لله واستمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا وقت الحكمة، وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا وقت السمو بالأخلاق، هذا وقت الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا وقت إعمال هذه الآيات: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا تستعرضوا عضلاتكم يا أصحاب الاتجاهات الإسلامية، اتقوا الله، تكلموا بتواضع، تكلموا بحكمة، تكلموا بحب. وإياك أن تتكلم مع الناس وإلا لفظك الناس. عندما يأمرك الله تعالى يقول لك أنت يا مسلم، يا من تقرأ القرآن، يا من تعلم الناس هذه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أوان التطبيق العملي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اسمع إلى هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه، هؤلاء عباد الرحمن، ماذا قال الله عنهم؟ امشي زيهم، ما تمشيش بقى شايف نفسك، اوعى ياخدك الشعور بالفخر والزهو، والا تسقط اولا من عين الله ثم تسقط من عين الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآيات. هذا أوان التواضع، يمشون على الأرض هون، ولا تمشي في الأرض مرحة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إياك إياك والغرور، إياك والإياك. الشعور
بأنك المنتصر. إياك أن تنتفخ، إياك أن تنسى فتنسى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وتزود، وكما قالت على وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وسوف تشتم وسوف يعرض بك، ويمتلئ الآن الفيسبوك بكثير من النكات والسخرية بكلمات يعني تحزن القلب. الله أعلم من مسلمين أو من غير مسلمين، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وربنا قال لك يا أخي، ربنا قال لك بس انتبه يا مسلم، لما تقرأ الآية ما تجيش في النص الأولاني وتسكت، عليك بالنص الثاني من الآية. قال لك مثلا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. بتقفش بقى عندها، دول ما هم أصلهم بيعملوا وبيسووا، ما تكمل آخر آية والتزم، دول بيعملوا كده، أنت مطلوب منك تعمل إيه؟ كمل الآية. قال لك إيه ربنا؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. يبقى ده صبر وتقوى، ما تقعدش بقى إيه؟ هو شتمك تشتمه، هو أهانك تهينه، لا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ربنا بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وإيه كمان؟ وإيه؟ ويصدون عن سبيل الله. تقعد تشعود على خدك، تقعد تخطب جمعة، بينفقوا المليارات، بيبنوا الكنائس، بينصروا المسلمين، بي. وانت ايه شغلتك؟ شغلتك تعال على المنبر وتقول كلمتين وخلص؟ ما تشوف ربنا امرك بايه عشان توجه الناس؟ ما تكمل بقيه الايه يا اخي، كمل بقيه الايه عشان تعرف انا كمسلم وجهني يقول لي اعمل ايه قصاد المؤامرات دي. بيصرفوا كل يوم، مش كل اسبوع ولا كل شهر، كل يوم مليار دولار. الفاتيكان بيصرف كل يوم مليار دولار لتحويل العالم الاسلامي ده الى عالم كفري. في عام 1961 قالوا خطه الخمسين سنه اسمها ايه؟ تكميل او اكمال المهمه. كل القاره الافريقيه تتحول الى قاره نصرانيه. والحمد لله فات 50 سنة من 61 إلى 2011، والإسلام بيزيد والإسلام بينتشر. أسد من أسود المسلمين لسه راجعين من الكونغو، بوروندي وكينيا وأوغندا، وأسلم في هذه الرحلة بفضل الله، بفضل الله، 2000 أو 3000 شخص. ويا دوبك نزلنا من الطيارة ونزلنا اسكندرية يوم 26/10، قالوا عايزين حد يروح بنين. والله ولد راجل لسه جاي وشغال من 27 ل 26/10 في الادغال وفي الجزر في اوغندا، ومعايا في بوروندي وفي الكونغو وفي كينيا على معسكرات الصوماليين، ورحنا لهم بفضل الله وانفقنا بفضل الله عشرات الالاف من الدولارات على اخواننا المسلمين هناك. دخلنا معسكر داداب على حدود الصومال مع كينيا، والحمد لله الكل الفلوس طلع من مصر. يا اخوانا مصر ولادة، مصر عظيمة. جبنا 20 طن رز بواقع 10 كيلو رز لكل أسرة، 2000 أسرة في 10 ب 20000 كيلو، و2 كيلو سكر و2 كيلو تمر وربع كيلو شاي وشركن زيت بفضل الله، و2 كيلو دقيق. مفيش حد بقى يقول لك انت عم الشيخ، انت عم الشيخ، انت ما عندكش خبرة. انا اخويا بعد الثورة انا واخواني رحنا الكونغو ورحنا بوروندي ورحنا اوغندا ورحنا كينيا ورحنا بفضل الله حدود الصومال ورحنا ليبيا قبل كده. احنا سبقنا بفكرنا، وربنا اكرمنا باساتذة الطب هنا، اساتذة كاتاراكت، عملوا 40 عملية كاتاراكت، كانت اعادة ابصار ل40 واحد ما كانش بيشوف. هي دي مصر. قعدنا مع اكبر ناس في البلاد دي، قعدنا مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي والوسيط الدولة اللي هو الراجل رقم 2 في بوروندي، وعملنا بروتوكول تعاون بين كلية طب اسكندرية وكلية طب كنشاسة في الكونغو وكلية طب
بوجمبورا في بوروندي، وحنعمل في مالي، ملاوي قصدي، وحنعمل ان شاء الله في رواندا. تقول لي انت عم الشيخ لكش في الموضوع؟ انا بفضل الله، مش انا، اخواني كلهم المصريين كلهم راحوا لمنابع النيل، رحنا الخمس دول كلها من حوض النيل، الكونغو، بوروندي، كينيا، اوغندا، السودان. النهارده تعرف الجورنان او امبارح ان نتنياهو طالع على فين؟ على كينيا، ثم اوغندا، ثم يعود الى جنوب السودان، ثم الى اثيوبيا. المربع الصليبي رايح ليه؟ عيني عينك بيقولوها في اخبارهم، اقراها في الاهرام اول امبارح. وذلك لاقامه تحالف وحزام يحيط بدول الربيع العربي. عايز يحوط عليك من جنوب السودان ومن اثيوبيا ومن كينيا ومن اوغندا، والقوات الامريكيه نزلت اوغندا ليه؟ عشان عينيها على ثلاث دول، على الصومال وعلى نيجيريا والجزائر الدول الاسلاميه. وعشان وكينيا دخلت بقوات على الصومال، واثيوبيا دخلت بقوات على الصومال، عايزين يقطعوها لسه حتت. لما تيجي تقول لي انا طلعت مش عشان عم الشيخ بس، طلعت عشان الامن القومي بتاع مصر، طلعت عشان الامتداد ليا السودان وامتداد ليا افريقيا كلها، طلعت عشان بعمل اغاثه للمسلم وغير المسلم، طلعت عشان ابين ليا امتداد ثقافي، طلعت عشان لما ربنا يكرمنا والازهر يرجع زي ما كان احنا هنرجع ورا. دول اساتذتنا ودول قادتنا ودول علمائنا، نقول لهم يلا بينا اطلعوا قدامنا واحنا وراكم. الامه خلاص هترجع تاني، والاسلام هترتفع رايته. ما تتكسفش انك تقول كده، قول ان احنا هنا عشان ربنا عز وجل قال المهمه بتاعتنا هي دي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. يعني هو يدفع مليار دولار في اليوم وينصر المسلم ويدخل الوثنيين في النصرانيه، وانا ما اعمل كده. يقول لي انت هتقلبوها اسلاميه؟ ايه يا اخويا، هي اسلاميه غصب عنك وغصب عني بتشدد لك. هي مصر اسلاميه، لما يبقى في مصر 95.5% مسلمين، لما الحكايه تمشي تقول لي اغلبيه الدكتاتوريه، اغلبيه المهم نطلع غلطانين في الاخر، هيقعدوا الستات في البيوت، هيقطعوا الودن، السياحه هتروح. طب يا عم السياحه، روح البحر الاحمر وروح الاقصر وشوف نتيجه الانتخابات بالعقل كده. دول كلهم اكل عيشهم السياحه، شوف نسبتهم كام وانتخبوا مين. مؤاخذه احنا مثلا احنا مش دقين عصافير. بلاش بقى الطريقه ان انت مره تقول الشعب ده عظيم ومره تقول عليه غبي وطالعين ما بيفهمش وطالعين امي، وتقول اصله الحاجات اللي هي في قصر النيل وفي مصر الجديده جابوا الناس اللي هي انتوا واخدين بالكم منهم، بتوع نادي مش عارف ايه ونادي ايه ونادي ايه، نادي الجزيره ونادي سبورتنج مش عارف ايه. دول اصل الناس دول المثقفين، دول النخبه. نخبه ايه يا اخوي؟ قول لي النخبه، قول لي المنكوبين واللي جابوا النكب، قول لي انت عملت ايه وانت بتقول لي انا تسلقت وركبت وسرقت، قول لي انت مين وعملت ايه؟ يا صاحب النخبه من 40 سنه وقفت ضد الطغيان امتى؟ وقلت كلام يرضي ربنا امتى؟ انت راجل قاعد في برج عادي ولابسين بدل وكرافتات وقاعدين في الاستوديوهات، انتوا مش حاسين بحاجه. سيبوا بقى الشعب في حاله، وبلاش انتوا اللي تسرعوا الاسلام وتسرعوا هذا الانجاز العظيم اللي قام به شعب مصر العظيم، وعلى راسهم شباب مصر العظيم اهل ميدان التحرير. نسال الله عز وجل ان يوفقهم وان يثبتهم وان يكونوا دائما ممثلين لهذه الروح، لروح الثوره، وان تكون اعينهم على كل شخص وعلى كل اتجاه مهما كان الاتجاه لو اراد ان ينحرف بالثوره. عايزين نفكر باسلوب جديد، اسلوب فيه توافق،
اسلوب فيه تعاون، اسلوب فيه تعاذر، اسلوب فيه تغليب المصلحة، مصلحة الأمة على مصلحة الأحزاب والأفراد. عايزين نفكر صح. الأيام دي أيام تواضع، أيام القول بالحكمة، أيام الالتزام بأمر ربنا. ربنا قال لك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، أوعى تغلط. ربنا بيقول لك ادعو إلى ربك بالحكمة، اسمع كويس، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ده قرآن، التزم. ربنا بيقول لك وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ربنا بيقول لك وقولوا للناس حسنة. عايزين ما نثبت للعالم كله ان احنا مش بالكلام، عايزين نشوف وجع الانسان الفقير المسكين، عايزين ما نتكلمش كتير وتشوشوا علينا وتضيعوا وقتنا، تقولوا الحجاب وهتحجبوا الست وهتمنعوا تطلع من البيت. بلاش الكلام الفارغ ده، ما احنا عايشين مع الناس والناس عايشه معانا وداخلين كليات وماشيين نركب ترام ومواصلات والدنيا ماشيه طبيعي، ما حد مش حد ولا حد خنق حد. بلاش الاسلوب اللي بيعايز يجيب البلد ورا. خلينا كل واحد يسال التاني انت هتدي ايه للبلد. انا عندي ابني ما بيشتغلش، هتعمل ايه عشان تعمل برامج عشان ولادي اللي اتخرجوا من 10-15 سنه قاعدين بيندبوا حظهم وانهم بيندبوا على انهم اتخرجوا من كليات. في الاحصائيات العيال اللي ما اتعلمتش ومستواهم اقل من الاعداديه نسبه البطاله فيهم 2.5%، بينما بتاع الدبلوم البطالة فيهم حوالي 12 أو 11، أنا مش فاكر أرقام بس هي كده قريبة من بعضيها. والجامعيين البطالة فيهم مش عارف 16 أو 17%. الرجل يا ريت معلمت ابني، حرام عليكم بقى، سيب العجلة تمشي، سيب الناس تحاول يعني تدي روح. زي ما الانتخابات دي رفعت البورصة 22.5 مليار جنيه يا اخوانا في اسبوع، استردت كل خسائر وزادت. خلي الروح دي حرام عليكم تكبتوها، خلي بقى الشعب يشم نفسه. والشعب مرتين طلع وقال كلمته، عايز ليه تصدر وانتوا بتقولوا ديمقراطيه؟ ليه عايز تصدر راي الشعب؟ حبيت تصدره لما قال نعم واللي ضحك عليهم وخطفوها، وحبيت دلوقتي تقول اصله دول بياكلوا وبيجيبوا رز على راي واحد عميد كليه من كليه راقيه جدا، حول عليه كليه الهندسه اللي فاز من خلال انتخابات حره عميد الكليه، عميد كليه هندسه من اتجاه اسلامي. الولاد اذكياء الطلبه، قالوا انت عارف فاز ليه؟ اصلهم كانوا بيوزعوا في الكليه رز وسكر. يعني لمؤاخذه دول اساتذه كلهم اللي اختاروا عاملين كليه رؤساء الاقسام. بيهزر وبينكت عشان يقول يا جماعه بطلوا كذب بقى، لا طلبة انتخبوا ولا حتى معيدين انتخبوا، اللي انتخبوا حتى مش المدرسين، انتخبوا اعلى ناس في اعلى ناس دي. اللي بيقول كده بينكت على اللي بيقول كل شويه اصله ايه الرشوه الانتخابيه، اصله ايه مش عارف ايه بقى. يعني اما يبقى في حته في مكان، انا مش عايز اتكلم في حاجات لا علاقه على المنبر بمسائل سياسيه، بتكلم في الجو العام وفي التوجه العام. احنا يا اخوانا عايزين نقول للناس بالذات اللي هو بيمثل الاسلام، اتق الله في نفسك اولا، اتق الله في دينك، اتق الله في امتك، وما يطلعش منك لفظ غلط، ما يضحكش عليك ويجيلك على التليفون في حوار ولا حاجه وتقول كلام ملوش لازمه. خليك انسان ذكي وما توقعش نفسك في الغلط، لان غلطك مش بتاعك لوحدك، غلطك لكل الناس. ويقول لك اهو المسلمين هم اللي جايين يحكمونا. خلي بالك قدامك الغام وقدامك حقول، الغام كبيره وقدامك مطبات. خليك ذكي وخليك لماح وامضي في طريقك واعمل حاجه للمصلحه. دور على انك انت ترفع من شأن الأمة، حل مشاكل الصحة، حل مشاكل التعليم، حل مشاكل البطالة، حل مشاكل الفقر، حل مشاكل الجوع. اعمل حاجة عشان الناس تعرف ان انت بتعمل لله اولا، ثم تعمل لان الأمة دي تنهض بإذن الله. نسأل الله عز وجل ان يعيد هذه الأمة، يعيد اليها مكانتها ورفعتها
ومجدها. نسأل الله أن يحفظ أمتنا، أن يحفظ بالأمن والأمان، نسأل الله أن يحفظ فيها الاستقرار، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد. اللهم هيئ لأمة الإسلام جميعا ولأمة مصر خصيصا يا رب، هيئ لها أمر رشد يا رب، يعز فيها الطاعة ويرتفع فيها شأن عبادة الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.